هذا اللقاء ديال اليوم اللي غادي نسنيو فيه اتفاقيه بين لا سي جي ام ماروكان اي بيميك يعني لا باترونال ديال لي زونتربريز كاتالون اي لا فونداسيون ابن بطوطة. هي اتفاقيه لدعم لي كومبيتونس ماروكان مع الشركات الكاتالانيه. يعني احنا اللي تنعرفوا دائما هو الشركات الكاتالانيه او اسبانيا بصفه عامه تيقول لك احنا من تندخلوا المغرب كنلقاو صعوبات باش نحلوا المشاكل ديالنا ونعرفوا كيفاش نستثمروا في البلاد وكذا وهذا. احنا كنقولوا يعني احسن حاجه اللي تقدر تعمل شركه كاتالانيه من تدخل المغرب تدي معها دي كومبيتونس ماروكان. راه كاينين الناس هنا اللي كيقراو كيكملوا الدراسه ديالهم عندهم لا ليسونس عندهم الدكاتره، وحنا اللي بغينا انه نعملوهم ديسبوزيسيون ديال هاد الكومبيتونس ماروكان التالينتو ماروكي نعملوه ديسبوزيسيون ديال الشركات الكاتالانيه. راه لانه هاد الشباب عارفين كاتالونيا مزيان عارفين اسبانيا مزيان وعارفين مزيان المغرب. يعني من غادي يدخلوا معاهم المغرب كاين جوج ديال الامور. واحده كنسهلوا يعني العمل لهاد الشباب لان ما يمكنناش نتكلموا توجور على لي كومبيتونس ماروكان، هما موجودين حنا عارفينهم كاينين موجودين ولكن كيفاش يمكننا نعاونهم باش يزيدوا القدام. وهذا واحد من العمل اللي غادي نعملوا اليوم اللي غادي نسنوا اليوم هو هذا الدعم ديال هاد الشباب. يعني يعرفوا بانه راه كاينين شركات كاتالانيه اللي كتستثمر في المغرب واللي كتحتاجهم، ويعرفوا الشركات الكاتالانيه بان راه كاين دي كومبيتونس ماروكان تالينتو ماروكي اللي هو موجود في كاتالونيا. ذاك النهار عاد يعني لا دويان ديال لونيفرسيتي روبيرا برجيلي مع كنا في لقاء مع القنصليه ديال تراغونا، واليوم كذلك حضر معنا القنصليه ديال برشلونه. قالت لنا بانه راه كاين اكثر من 167 شابات يعني اللي كيقراو في الكليه ديال اونيفرسيتاد روبيرا برجيلي. هذا شيء مهم جدا. يعني هذا الشيء وقع في روبيرا برجيلي، اش غادي نقولوا يعني في كاتالونيا كلها 100% راه كاين بعد بين 400 ولا 500 شاب والشابات اللي هما يعني كيقراو هنا. هذا شيء مهم بزاف. قلت لكم هذه من جهه واحده. من جهه اخرى يعني الشركه الكاتالانيه من تدخل المغرب تعرف بانه راه ممكن لاش تتكلم مع اي واحد، راه خصها تدي مع الناس اللي عارف البلاد وعارف القوانين. وهذا هو اللي بغينا اليوم مع لا سو جي ام اللي هي عندها كذلك ان ديبارتمون خاص لمغاربه العالم مع بطبيعه الحال مع لا بيميك. لا بيميك ملي طرحنا عليها هذا المشروع هذا بروجي قال لك هذا بروجي مهم جدا وغادي يقدموه دابا يعني هذا بروجي مع بعضنا لا سو جي ام بيميك ابن بطوطه الاتحاد الاوروبي. يعني نيت في هذا الاطار هذا لان المغرب راه خدام هذه شحال في واحد البروجي سميتو الشراكه من 2013 لواحد العدد ديال الدول اللي سناو اوروبيه مع المغرب بور فاسيليتي منهم لاسبان بطبيعه الحال بور فاسيليتي لا موبيليتي ديال لي كومبيتونس ماروكان. هذا هو المشروع اللي اليوم غادي تسنى هنا في بيميك واللي كنتمناو يعني كل مغربي ومغربيه يعرف بانه راه كاين واحد المكان اللي يمكن له هذا هو يمشيو له وغادي تكون ان باز دي دوني ديال هاد لي كومبيتونس ماروكان اللي كاينين في كاتالونيا وفي اسبانيا كلها واللي غادي تكون ا ديسبوزيسيون لا باز دي دوني عند بيميك غاتكون ا ديسبوزيسيون ديال لي زونتربريز كاتالانيا اسبانيول بصفه عامه. سي محمد مؤخرا هناك مطالبات من طرف افراد الجاليه المغربيه باحداث منصب بين قوسين قنصل اقتصادي على غير اربع دول بلغاريا خصوصا روسيا هناك قناصل اقتصاديه بين قوسين اللي هو كيكون هو مجرد شخص موظف في القنصليه ولكن ملم مستشار اقتصادي ملم بجميع الامور اللي عندها علاقه الاستثمار في المغرب. واش كتظن اذا حدثت القنصليه ديالنا هنا في اسبانيا هذا المنصب هذا ممكن يكون عنده تاثير على الاستثمار في المغرب، خاصه احنا كنعرفوا باللي الملايير ديال الاستثمارات كتضيع هنايا كتضيع.
ضروري ضروري يعني طول ما يعني يكونوا اشخاص اللي يسهلوا العمل ديال لي زونتربريز من يبغيو يستثمروا في المغرب ما احسن يعني صراحه، لانه اذا كان موجود مستشار اقتصادي دائما هذيك الشركه الكتالانيه واسبانيا غادي تعرف بان عندنا شخص عندنا ديبارتمون اللي غادي يمكننا نمشيو نسولوه وكذا. ولكن على كل حال كاين كما قلت يعني هما عندنا دي فغي انستيتيوسيون دي امبورتون انستيتيوسيون في المغرب بحال السي جي ام، غير الوزاره ديال الجاليه هي بيدها نيت، ولكن اللي كخص هو شويه هذا الشيء وصلنا هنا. المشكل اللي كاين هو هذا الشيء اللي كنتكلموا اليوم عليه لي كومبيتونس ماروكان، سي لا بروميير فوا يعني لاول مره اللي كنتكلموا عليه هنا في كاتالونيا في اطار الاقتصاد. يعني الناس كانت تقدم بانه راه كاينين غير مهاجرين، مهاجرين اللي جاوا يعني في اطار اجتماعي وكذا وكذا، ولكن ما عارفينش بانه راه اليوم كاينين في كاتالونيا في اسبانيا واحد العدد ديال لي كومبيتونس ماروكان كي سون تري تري امبورتون، لا باش يستثمروا في المغرب ولا باش يدير لاكومبانيومون لي سوسيتي لي زونتربريز كاتالون.